أشهر وأهم المأكولات خلال سيد الشهور، حب الناس ليها توارثوه عن الآباء والأجداد. كانت من أنواع الحلوى اللي ما ينفعش تخلو منها موائد الصائمين خلال شهر رمضان من أيام الفاطميين والحد دلوقتي. كان اسمها زينة موائد الملوك، وأطلق عليها المستشرقون المكرونة المصرية، وعلشان أصل مصر هيكون مع الكنافة. الحكايات اتعددت في أصلها، فذكر ابن فضل الله في كتابه المسالك إن معاوية كان بيجوع بشدة خلال صيامه، فشكى أمره للأطباء اللي نصحوه بأكل الكنافة وكان بيتسحر بيها. وقيل إنها قدمت لأول مرة لسليمان بن عبد الملك علشان يتسحر بيها عام 200 من الهجرة، وصنعها له طهات حلب. الرواية الثالثة بترجح إن تاريخها بيعود إلى زمن الفاطميين، خاصة عند دخول المعز لدين الله الفاطمي لمدينة القاهرة، فتم تقديم الكنافة له كنوع من أنواع التكريم. صناعة الكنافة بتنتشر في جميع ربوع المحروسة، والطريف إن أحد المحتسبين اللي كان بيراقب الموازين والأسعار في عهد محمد علي اتخذ من الطاسة، وهي الآنية النحاسية المستخدمة في صناعة الكنافة، أداة لتعذيب الكنفاني، الشخص اللي بيصنع الكنافة لو حاول إنه يرفع سعرها. الكنفاني بيحضر الكنافة من مجموعة بسيطة جدا من المواد، اللي أهمها المية والدقيق والسكر والسمنة وغيرها، وبيستخدم نفس الأدوات اللي اتصنعت بيها الكنافة لأول مرة، وأهمها فرن مستدير على صينية نحاسية لرش العجين عليها عن طريق إناء اسمه الكوزة. والكوزة عبارة عن دورق نحاسي، وبالرغم إنه بيوجد نوعين من الكنافة بلدي وآلي، إلا أن الكنافة المصنعة بطريقة يدوية هي الأشهر والأكثر رواجاً من الكنافة المصنعة آلياً، لأنها بتساعد ربات البيوت على عمل أشكال مختلفة من الكنافة بجانب الجودة. كتير من شعراء الدولة الأيوبية والمملوكية اتعرفوا بحبهم الشديد للكنافة، وكان أشهرهم زي ما قلنا أبو الحسين الجزار والإمام البصيري، حتى إن العلامة المصري جلال الدين السيوطي ألف كتاب سماه منهل اللطائف في الكنافة والقطائف. بالرغم من تعدد الحكاوى حول بداية الكنافة، إلا أن المصادر الأدبية والشعرية اللي بيستدل بيها على شهرة الكنافة وحضورها في المشهد الاجتماعي بترجح إن أصلها مصري.